اذا اريد رحمه السماء لازم قبلها ناخذ حصصنا المائيه من دول المنبع بعد ان نضغط عليهم باستخدام ادوات سياسيه واقتصاديه يمتلكها العراق. لازم نسيطر على مياه الامطار ونحفظها بانشاء السدود والخزانات لان ما معقول العراق اللي بنى تسع سدود خلال فتره حرب الخليج والحصار صار له 20 سنه ما يقدر يبني سد واحد. اذا اريد رحمه الله لازم نحاسب المتنفذين اللي يحولون مياه الانهار الى حقول تربيه السمك الغير مرخصه مالتهم ويخلون العراقي يواجه العطش اذا اريد رحمه الله وتوفيقه لازم نسيطر على استنزاف المياه الجوفيه بحفر ابار بلا تنظيم ونوعي الناس لاهميه وترشيد استهلاك المياه ونمد شبكات مياه حديثه بلا تسريب وتجاوزات، ونبني منظومات تنقيه ومعالج المياه الثقيله، ونوقف الاستغلال السياسي للمزارعين والفلاحين، وابتزازهم بالمي مقابل ننتظر من عندهم اصوات انتخابيه. القضيه اكبر من ان تكون قضيه وزاره الموارد المائيه فقط، القضيه كبيره كلش، ومستقبلا راح تكون اكثر قضيه تهدد حياه العراقيين، حتى لو تشوف مطر اليوم بعد شهرين راح تموت عطش. السلطات العراقيه كلها مسؤوله، مو بس السلطه التنفيذيه. المسؤول الاول هي السلطه التنفيذيه طبعا ورئيس هذه السلطه هو الشخص اللي لازم يبدي بالخطوه الاولى باتجاه حل ازمه الجفاف اذا كان يريدنا نشوف الجانب الايجابي لان اذا احنا دنا ننتظر رحمه السماء فحتى سبحانه وتعالى يقول اسعى يا عبدي وانا عينك